بسم الله الرحمن الرحيم، موجز الأخبار من قناة السهيل، أهلا بكم. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار نقل الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية إلى عدن والمقدم من وزارة الصحة العامة والسكان. ودان المجلس خلال اجتماعه الدوري اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة نائب رئيس المجلس وزير الداخلية أحمد الميسري، دان الاغتيالات التي يتعرض لها الخطباء وأئمة المساجد والقيادات العسكرية والأمنية، مؤكدا أن مرتكبي هذه الأعمال الإجرامية لن يفلتوا من العقاب. شنت قوات الجيش الوطني هجوما مباغتا على مواقع لميليشيا الحوثي في مديرية حيران بمحافظة حجة. وقالت مصادر في المنطقة العسكرية الخامسة إن الجيش أحرز تقدما جديدا في هجوم المباغت بمديرية حيران، واستعاد كمية من الأسلحة المتنوعة وسط انهيارات في صفوف الميليشيا الحوثية. تمكنت وحدات من الجيش الوطني من السيطرة على مواقع عدة شمال مريس بمحافظة الضالع بعد معارك عنيفة مع الميليشيا الحوثية. وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن قوات الجيش تمكنت من تحرير مواقع في منطقة الحيافي وموقع الأساس ومحطة المسيلة شمال منطقة مريس، وبالتزامن استهدفت مدفعية الجيش تحصينات ومواقع للميليشيا الحوثية في منطقة نجد القرين جنوبي دمت، وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى من المسلحين الحوثيين. واصلت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمشيط جيوب ميليشيا الحوثي جنوب التحيتة وصولا إلى مزارع غرب مدينة زبيد بمحافظة الحديدة. هذا ودفعت تلوية العمالقة في الجيش الوطني بتعزيزات عسكرية كبيرة مسنودة بقوات من الحماية الرئاسية والقوات الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربي لتعزيز ألوية العمالقة في جبهة الساحل الغربي غرب مدينة زبيد التاريخية استعدادا لتحريرها. أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن تعرض ناقلة نفط سعودية لأضرار بسيطة جراء هجوم إرهابي حوثي في البحر الأحمر. وأوضح التحالف أن الميليشيا كادت أن تتسبب في كارثة بيئية، مؤكدا استمرار تهديد الميليشيا الحوثية الإرهابية للملاحة في البحر الأحمر. ويأتي ذلك بعد يوم من إحباط قوات التحالف هجوما بزورق مفخخ تابع للميليشيا الحوثية قبالة الساحل الغربي. وصل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث إلى العاصمة صنعاء بهدف استلام رد الحوثيين على مقترحاته بشأن الحديدة، ويأتي ذلك بعد تسلمه الاثنين الماضي رد الحكومة الشرعية حول المقترحات ذاتها. هذا وقال وزير الخارجية خالد اليماني في حوار صحفي إن مقترحات جريفيث الخاصة بالحديدة تتمثل في انسحاب مسلحي جماعة الحوثي مقابل إحلال قوة من وزارة الداخلية اليمنية وتحويل موارد ميناء الحديدة إلى البنك المركزي فرع الحديدة تحت إشراف البنك المركزي في عدن، وإدخال مراقبين من الأمم المتحدة للمساعدة في تحسين أداء الموانئ والتحقق من إجراءات حظر توريد الأسلحة. نهاية الموجز، في أمان الله.